أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: سمعت من أحد المشايخ يقول إن من إحدى علاج السحر كذا الحجامة ولم أتمكن من استيضاح تفاصيلي أكثر عن هذا الموضوع، هل هذا الكلام صحيح وكيف يكون ذلك؟ هذا غير صحيح. الحجامة ليست علاجا عن السحر، ولا أعلم أحدا قال بهذا. حجامة علاج عن مرض يكون في الدم، أما السحر فعلاجه بالرقية الشرعية وقراءة الآيات التي فيها إبطال السحر واستعمال الأدوية المباحة المجربة التي يعالج بها السحر، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد في باب ما جاء في النشرة. نعم، وقد قرأتموه وسمعتموه. نعم.